السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. اليوم سويت لكم مطبق اللوبيا الخضراء بطعم كلش طيب ومختلف. احنا اغلبية البيوت العراقية دائما اللوبيا الخضراء نستخدمها بالغالبية هي المرقة حمراء، لكن انا حبيت اسويكم اياه مطبق بشكل جديد، هم يكون طيب وهم مذاقه جديد، وهم اللي ما يحب اللي دائما مثل المرقة الحمراء يقدر يجوز بهالحالة يتقبله. فان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفة. طبعا أنا مسويتها قبل ومنزلتها، لكن كتابة فيديو فحبيت أعيده صوت على مود يكون أوضح لكم ان شاء الله. قبل ما نبدأ بالطريقة أتمنى كل اللي ما مشترك بالقناة ينورني ويشترك بالقناة، وكذلك يفعل الجرس حتى توصل لك الفيديواتي، ولايك للفيديو إذا عجبكم. طبعا اول ما ابدي عندي اللحم اسلقه، طبعا اكيد اشيل الزفارة اللي على الوجه واضيف ورق غار هوني وبصرة وهيل، وبين ما هذا الوقت اللي يخلص للسلق فابدي اقطع اللوبيا الخضراء. طبعا هنا غاسلتها وابدا اقطعها على شكل تقريبا هيك، يعني كم سنتيمتر صغير، الحجم اللي يعجبكم، تحبون تكون اصغر هم عادي اللي يعجبكم، لكن انا احب هذا الحجم يكون كلش مناسب لي. طبعا بعد ما كملت تقطيع كل اللوبيا اللي عندي ابدا اقطع البصل هم ناعم، عمدي ما يظهر طعمه داخل المطبق، او بعض ما يعجب طعم البصل لما يكون قوي او واضح. ان شاء الله اكمل وارجع همين. طبعا هنا سلق اللحم وجاهز بنفس القدر، شلت السوب وشوية من سوب اللحم وبقيت الورق الغار اللي استخدمته، اضيف البصل الناعم اللي عندي وكذلك اضيف اللحم اللي مسلوق وكامل وابدأ احمس بيهم. اكيد ما انسى رشة الملح على مود يذبل البصل، وبنفس الوقت حتى ما يظهر قرمشة البصل داخل المطبق. هنا ابدي اضيف بهاراتي، انا راح اضيف البهارات اللحم والدجاج اللي حمسات متنوعة اللي سويتها اني ونزلتها فيديو على قناتي، راح اضيف شوية من هذه البهارات على مود تتنكه وياها. ضفت من البهارات اللي استخدمتها او اللي انا مسويتها ونزلتها بالقناة، اضيف ملعقة كوب تقريبا بهارات الماجي او الماجي البودرة، واضيف شوية فلفل احمر، هذا حسب الرغبة اذا تحبون تضيفوه او اذا تحبون لا.
وابد هنا اضيف اللوبيا اللي قطعتها واخليها تاخذ شوية من الحمسة ويا البصل واللحم والبهارات. بعد ما انحمست شوية بشكل جيد اضيف تقريبا كوب الى كوبين من المي واتركها على نار متوسطة الى قليلة تقريبا يعني 20 دقيقة او ربع ساعة لحد ما تذبل شوية الفاصوليا الخضراء وبعدين اضيف التمن عليها. طبعا هنا اشوف اللوبيا استوت او لا، اذا مستوية يعني مو مستوية تمام يعني تقريبا 3/4 اضيف التمن. التمن غسلته ومنقعته 5 دقائق إلى 10 دقائق واضيف عليها، واذا ما مستوية اللوبيا اضيفها بعد شوية مي واغطي الى ان شوية توصل 3/4 الاستواء. هنا اضفت التمن واكيد راح املحه واضيف منسوب اللحم، واذا ماكو من المي عادي حار واخلي تقريبا 25 دقيقة يستوي، واكيد املح وما انسى الملح. هذا عند سوب اللحم، واذا نقصت اضيف مي فوقه عادي ماكو مشكلة. عندي هنا شوي نشف، من يوصل لهالدرجة ابدأ اقلل النار واغطيه بنايلون واتركه تقريبا 20 دقيقة او 25 دقيقة ويجهز التمن. انا طبعا اغطيه بنايلون، اللي يحب يغطيه واللي ما يحب عادي مو مشكلة. بين ما يجهز التمن 20 دقيقة احضر سلطة. انا عندي هنا لهانة وطماطة وخيار، ابدأ اقطعهم بهالشكل وبعدين اتبلهم فقط بملح. هنا اضيف اللهانة وارش عليها شوية ملح حتى تذبل اللهانة، وابدأ افركها بايدي شوية على متفقة تذبل، وبعدين اضيف الطماطة والخيار واخلطهم سوا واقدمهم. يا رب ان شاء الله عجبتكم الوصفة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل فيديوهات ولايك للفيديو اذا عجبكم. مع السلامة.